وضعت قرعة منافسات الكاراتيه لاعبة منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية ضمن منافسات وزن تحت 67 كيلوغراما، وجاء المصادفة إلى جانب الفرنسي ستيفن داكوستا والإيطالي أنجيلو كريسينزو والفنزويلي ماديرا واللاتفي كالينس، بالإضافة إلى لاعب فريق اللاجئين هامون. وسيخوض المصادفة صباح غد الخميس أو فجر غد الخميس 5 نزالات في الدور الأول، إذ سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النصف النهائي الذي يلعب في اليوم ذاته. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الناطقة الإعلامية باسم اتحاد الكاراتيه منار شعث. مرحبا بك أخت منار. يعني بعد ظهور قرعة منافسات الكاراتيه، المصادفة وقع في المجموعة التي تضم 6 لاعبين، تقييمكم لهذه المجموعة وأيضا المنافسين؟ مرحبا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا هلا بالتأكيد لاعبنا وبطلنا عبد الرحمن بكرة سيخوض مباريات قوية جدا في وزن تحت 67 كيلو جرام. طبعا بلا شك ولا لاعب من هذول اللاعبين مستوى ضعيف، كل هذا الوزن أصلا من الأوزان القوية جدا جدا، كون الوزن فيه من الأوزان اللي يعني خفيفة، فبتكون سرعة اللاعبين دائما كثير كثير سريعين، عندهم قوه ولياقه بدنيه عاليه. القرعه تبعت عبد الرحمن راح تكون ابدا مش سهله، كون اللاعب الفرنسي اللي رانكو رقم واحد موجود معاه في هاي البول، بس ان شاء الله عبد الرحمن راح يتفوق وراح يعني نطمح انه يحقق نتيجه للاردن، كون لعبه الكاراتي دخلت في الاولمبياد لاول مره في تاريخ كل مشاركتها، وان شاء الله انه يكون لنا انجاز قوي في هاي البطوله ونحقق الهدف اللي نحن بنسعى له من 4 سنوات. نعم كابتن منار، يعني انا انظر الان الى الجدول عبر موقع اللجنه الاولمبيه الدوليه. اول مباراه ستكون فجر هذا اليوم تقريبا في 6 من فجر، عفوا يوم غد، امام اللاتفي، يليه مباشره يعني بعد ساعات قليله امام الفرنسي المصنف، ومن ثم ايضا امام الايطالي، وهكذا يعني مباريات متتاليه. مدى استفاده المصادفه من المنافسات الكثيره في التصفيات التأهيلية العالمية والتي تأهل موجبها للأولمبياد، خاصة أنه فاز في 7، تعادل في 2 وخسر في 1؟ نعم، لاعبنا عبد الرحمن يعني هو بلا شك يعني على قدم وساق واستعداد قوي جدا لخوض هاي المنافسات، كونه ببطولة التأهيلية بفرنسا خاض 10 نزالات في يوم واحد، وكان متفوق في 7 مباريات ومتعادل في مباريتين وخسارة في مباراة واحدة، فهو يعني متعود انه يخوض مباريات عديدة في يوم واحد، وان شاء الله انه بكرة بحالة الحظ وبيقدر انه يتخطى اللاعبين في قرعته واللي هم راح تكون اقوى 5 نزالات في البداية، وان شاء الله انه يقدر يكون من المتصدرين في هاي المجموعة الاول او الثاني حتى يقدر يوصل للنصف النهائي ويكون ضمن ميدالية إن شاء الله. يعني توقعاتكم بالنسبة للاستعدادات، هل تتوقعون أن يتأهل ضمن أول ثاني في هذه المجموعة، خاصة أنه النظام في الكاراتيه مجموعتين، مجموعة فيها 6 لاعبين والمجموعة الأخرى فيها 5 لاعبين؟ والله نحن نطمح أنه يكون متأهل ومتصدر في مجموعته، كونه خاض نزالات ولعب مع اللاعبين، بس طبعا في البطوله ما حدا بيقدر انه يعني غير انه يتوقع، بس ما بيقدر يتاكد من النتيجه لانه ظروف الملعب هي دائما بتحكم على الموضوع، فاحنا كمستوى لاعبنا جاهز من ناحيه يعني قياسا كل النواحي. نعم قياسا للاستعدادات التي تحدثت عنها، هل تتوقعون له التأهل؟ ونحن نعلم تماما أنه دائما في منافسة قوية برانكينج أو بترتيب أعلى من المصادفة، ولكن يعني قياسا للاستعدادات قبل الذهاب إلى الأولمبياد. يعني إن شاء الله نحن جاهزين من كل النواحي ونطمح للحصول على ميدالية، يعني نتوقع يعني احتمالاتنا إن شاء الله 50% 50-50 أنه نقدر نحقق نتيجة لأول مرة للأردن، بس ما بقدر أأكد لك هذا الموضوع، بس كل طموحنا وكل قلوبنا مع البطل عبد الرحمن ومع مدربه، وإن شاء الله ربنا بوفقه لأنه هذا توفيق من رب العالمين، وإن شاء الله أنه يقدر يحصل على الميدالية ويحقق هدفه لأنه تعب كثير
وربنا ما بيضيع تعب. نعم، هو لاعب مجتهد يعني، وكان يعني إذا عصيته خلال السنوات الماضية ويتألق كثير من البطولات. سؤال أخير لك، يعني انضمام الكاراتيه إلى الألعاب الأولمبية كلعبة قتالية، ما مدى تأثيرها برأيك على علينا على اللعبة في الأردن على وجه الخصوص؟ والله صراحة تأثيرها قوي جدا جدا، كون لعبة الكاراتيه يعني أعداد المشاركين فيها كانت أقل بكثير من أعداد اللي مشاركين هلأ حاليا. من لما دخلت لعبة الكاراتيه في الأولمبياد صارت أضعاف مضاعفة من ناحية مشاركين لاعبين، ومن ناحية دول انضمت للعبة الكاراتيه. يعني صرنا نشوف مثلا في بطولات العالم كان عدد الدول المشاركة عادة 47 و45 دولة، هلأ عم نحكي عن 107 دول كانوا مشاركين في آخر بطولة تأهيلية. فأعداد الدول تضاعفت وأعداد اللاعبين تضاعفت، وهذا حتى ما علينا أنه صار في مباريات كثيرة حتى تقدر تحصل على الإنجاز. فبطلت اللعبة سهلة أنه تحصل فيها على أي ميدالية أو على أي إنجاز، صار الإشي كثير صعب الوصول له. وهذا طبعا كله بسبب وجود أو دخول لعبة الكاراتي في الأولمبياد، وإن شاء الله أنه يا رب تكون هاي البطولة كونها تجربة هلأ حاليا، إن شاء الله أنه تكون تجربة ناجحة جدا حتى إنها الكاراتيه تستمر في المشاركة في كل الأولمبياد المستقبلية اللي راح تكون لقدام. نعم، الناطقة الإعلامية باسم اتحاد الكاراتيه الكابتن والبطلة السابقة منار شعث كنت معنا عبر الهاتف، ومنية التوفيق للمصادفة، شكرا جزيلا لك.